السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في استوديو الإخبارية. الطلاق حكايات ما زالت تدور في أروقة القضاء، وازدياد نسب الطلاق في المملكة تدفع المختصين للبحث عن الأسباب. إحصائيات متعددة تؤكد ارتفاع حالات الطلاق في المملكة، ومن هذه الإحصائيات المخيفة عام 2010 أنه في كل حالة زواج يقابلها 25 حالة طلاق، أي أن العدد كبير وكبير جدا، ويوحي لنا بخطورة انتشار قضية الطلاق. فما هي مسببات ارتفاع حالات الطلاق في الأعوام الماضية داخل المجتمع السعودي؟ وما مدى نجاح الخطط والدراسات السابقة التي حاولت من الحد من حالات الطلاق؟ وما مدى نجاح ما يسمى بدورات ما قبل الزواج؟ نشاهد هذا التقرير. السنوات الأخيرة إلى درجة تهدد كيان الأسرة، فحسب الإحصائيات الرسمية فإن المملكة العربية السعودية تشهد ارتفاعاً في نسب الطلاق خاصة بين حديثي الزواج. ويعتبر الطلاق من الأمور القاسية اجتماعياً، حيث يعاني الطرفان المنفصلان الكثير من المضايقات والظلم داخل مجتمعهما وربما أسرتهما أيضاً. وقد ارتفعت معدلات الطلاق في السعودية مؤخراً بصورة ملحوظة، ويعود تفسير هذا الارتفاع إلى جملة من الأمور، لعل في مقدمتها عدم التكافؤ والإجبار وصغر السن وانعدام التفاهم وعدم تحمل المسؤولية، بالإضافة إلى سوء اختيار الشريك وعدم تأهيل الأزواج. وقد وصلت حالات الطلاق في المملكة إلى مؤشر خطير بات يهدد سلامة المجتمع، حيث بلغ 66 حالة طلاق يومياً. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في هذه الحلقة وبضيوفي وضيوفكم معي في الاستوديو. الدكتور منصور العسكر، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أبو عبد الله، مرحبا بك. شاكر لك تلبية الدعوة. بارك الله فيك. أيضا ضيفنا المعتاد ضيف البرنامج أبو عبد العزيز الدكتور أحمد الصقيم، محامي والمستشار القانوني. أهلا بك. أهلا وسهلا بك أخي. خليني أبدأ معك دكتور منصور مباشرة. قضية الطلاق في المجتمع السعودي أصبحت فعلا من الأخبار، يعني لدرجة وصلت عندما تتردد على المسامع قضية أنه طلقت فلانة أو فلان طلق، أصبح يعني يعتبر شيء عادي وسلوك عادي في المجتمع، بدأ يتقبله بأنه أشبه بقضية الزواج يمكن أو أكثر حتى. فرأيك على هذه القراءة المبدئية في المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لكم وللقناة الإخبارية على دعوتي في هذا البرنامج المهم جدا. حياك الله. والذي يتحدث عن قضية أيضا مهمة وقضية اجتماعية تعتبر من القضايا التي يعني الآن بالفعل مثل ما ذكرتم يعني قضية مؤرقة وقضية أيضا مقلقة للمهتمين وللباحثين في هذه القضية. لا شك أن أقول أن الآن أصبحت قضايا الطلاق عندنا متكررة، الزواج أيضا حالات عديدة كبيرة جدا، إلا أنني بشكل عام يعني حاولت من خلال إحصائيات وزارة العدل أن أجمع يعني حالات الطلاق مقارنة بحالات الزواج من عام 1413 إلى آخر كتاب إحصائي صدر لوزارة العدل اللي هو عام 1432 هجرية، وكانت يعني عدد حالات الزواج مقارنة بحالات الطلاق يعني متقاربة في سنوات بشكل عام. يعني الغريب أنها زادت في عام 1400 تقريبا 17، وصلت إلى 24% حالات الطلاق مقارنة مقابل الزواج. لكن النسبة في يعني متقاربة في حدود 22% سنويا، يعني على مدى 10 سنوات أو على مدى 15 معدل المتوسط متوسط 22%، يعني كل مثلا 5 حالات زواج يقابلها حالة طلاق. لكن الإحصائية أيضا في جانب آخر مضللة، أنها ما تعطيك السنة الزواجية بالضبط،
يعني إن الآن حصل حالات زواج السنة هذه، حصل منها عدد حالات طلاق كم ما يتبين لك الإحصائية. هو معطيك طلاق مجملا، يعني يمكن 21 سنة متزوج تو طلاق. وهذه الآن اللي أصبحت عندنا ظاهرة الآن بدأت تظهر في المجتمع السعودي، اللي هي طلاق اللي عندنا العمر الزواجي طويل بعد 20 سنة بعد 25 سنة يصير حالة طلاق في هذه الحالة، هذه اللي يسمونه طلاق متأخر، تو اكتشف ولا اكتشفت انه ما يصلحوا لبعض؟ لا هو من اصل، انا اقول بشكل عام من اصل هم مكتشفين انهم في حالة غير طبيعية، لكنهم يصبرون حتى الزوجة يعني يصير يكبر ابنائها، ثم بعدين يتوظفون، ثم هي تلتحق مع ابنائها وتترك الزوج. لذلك اي نعم، فلذلك بالنسبه لنا فيه موجوده هذه الحالات بدات الان تظهر، وايضا من جانب اخر بدا قضيه يعني العلاقه الاجتماعيه مفترض انها تقوم على اساس الكرامه والاحترام الانسان، وهذه ايضا كما ورد عندنا في القران ونصوص القران والسنه في هذا الجانب. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في تعامله مع زوجاته يعني اعطى صوره يعني اعتبرها نقله اجتماعيه للمجتمع. ولنا فيه اسوه صلى الله عليه وسلم. نعم ولنا فيه اسوه صلى الله عليه وسلم، نقله اجتماعيه من مجتمع جاهلي كان يهين المراه بل يئدها الى انه يعترف بمكانتها وقيمتها، وايضا نقل هذا الشعور الى الصحابه، وكان ايضا في حياته الاجتماعيه يعني فيها نوع من اعتراف بمكانه المراه. نعم. لا شك انا اقول اننا لو طبقنا آيات القرآن في قضية يعني الله عز وجل يقول في حال آيات الطلاق مثلا ولا تنسوا الفضل بينكم فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، لو أخذنا بهذه النصوص فقط لوجدنا يعني قلت عندنا حالات الطلاق أساسا، يعني لو تمسكنا بهدي ديننا فيما يتعلق بتعاملنا مع المرأة حتى يعني في حالة الطلاق لا ما احتجنا أصلا للطلاق. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني أبغض الحلال إلى الله عز وجل هو الطلاق. فأنا أقول بشكل عام إن الحالات لا شك أنها في ازدياد، ولا شك أن فيه جهود تبذل في التخفيف من حالات الطلاق. نعم. ولذلك أنا أقول يعني هي يعني من حيث النسبة نجد أن فيه حالات كثيرة يقابلها أيضا حالات زواج. طيب. كبيرة جدا. دكتور أحمد، كلام الدكتور واضح، يعني يتكلم تطبيق الشريعة في ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قد يقول قائل أنه إحنا لو طبقنا قضية الشريعة في مجمل أمور حياتنا، إحنا نتكلم عن سلوك الشخص يعني مو قضية السياسة الدولة، نفس الشخص إذا طبق أمور الشريعة في مجمل حياته قد يعني يرفع نفسه عن كثير من المشاكل، لكن ألا يعي هذا أو يعني بأنه علق جرس الخطر والإنذار في المجتمع السعودي بأن هناك إشكالية لدى المجتمع، بدأ هناك نوع من التفكك، بدأ هناك نوع من الضياع داخل تفكير الأسر وتشتتها مع حالات الطلاق؟ أنا في اعتقادي يعني بعد الحمد لله أنه ثمة مشكلة في السلوك ذاته مبنية على الجانب المعرفي لدى الناس. يعني الآيات الجميلة العظيمة التي قرأها الدكتور قبل شوي، مثلا نظريت فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، لو سألنا أنفسنا أي أعظم، المعروف ولا الإحسان؟ الإحسان لا شك أعظم. شايف كيف خلى الإسلام الترك المتاركة والتتارك بإحسان بدرجة أسمى وأعلى وأجمل، بينما الحياة العادية معليش تكون بالمعروف. فلاحظ كيف جعل التسريح بإحسان والإمساك بمعروف في رتبة سامية، في نفس الوقت كيف فرض لها متعة وللمطلقات متاع، تعطيها هدية مش تودعها بس تطلقها على أثر خلاف. هذا كله حكاية تخلينا نقول أن الطلاق علاج التتارك وليست نظرية إيقاع عقوبة. المشكلة اليوم في كل الشباب الجيل الجديد، وأنا قريبا كنت على استطلاع حول هذا الموضوع من محكمة الأحوال الشخصية، أنه اليوم حالات الطلاق من الشباب خصوصا إما حالات الطلاق طبعا قبل الدخول أو حالات الطلاق في السنة الأولى كثيرة، وفي السنوات المبكرة أيضا يمكن تكون أكثر من غيرها. أنا لاحظ والدي مثلا رحمه الله كيف الكبار في السن نظرية كلمة الطلاق ما تجي على لسانه مهما وقع الخلاف، باعتبار أنه هذا ما هو مكان للإيقاع العقوبة، هي 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 علاج نتخذه في حالة من الهدوء. بينما الشباب وكثير منهم والشابات لأدنى خلاف يتم المطالبة بالطلاق. هذا بالمناسبة ما لم تريده الشريعة في أدق تفاصيل تشريعات الزواج، الزواج والطلاق، والتي لا يعيها اليوم أبناءنا. اليوم كل أبناءنا يعتقدون رغم أنه إحنا ولا الحمد دراستنا الشرعية جيدة ومكثفة أنه الطلاق في وقت عند الزوج يقدر يقول أنت طالق وروحي. بس لك يا أنه يعني على, على 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 خلينا أقول لك، أعذروني في هذه الكلمة ماني محصل غيرها يعني، بس لا خلينا أقول لك على جهل
التعليم، مستوى التعليم فيما مضى لدى آباء وأجدادنا مستوى التعليم ضعيف، إلا أنه مثل هذه القضايا كانت عندهم يتقنونها أفضل من حتى خلينا نقول لك من أكبر من القضاء والمفتين متقانه، والتعليم مستوى عالي الآن عند البنات والشباب. بالضبط، يعني خلي بعطيك صورة بس كذا بإيجاز. الله يقول فطلقوهن لعدتهن، يقول ابن مسعود طاهرات من غير جماع. قصة الطلاق اللي اليوم صايرة، الواحد يطلق في أي وقت مو سليمة. الشريعة لا تسمح لك أنك تطلق في أي وقت وعلى كيفك وعدد نجوم السماء، هذا اسمه طلاق بدعي. يعني الطلاق له شكل، وش الشكل؟ الطلاق لو قسناه اليوم بالوقت والزمن في الشهر كله ما تقدر، يعني عندك أضيق وقت ساعات يمكن تقدر تطلق فيها. ليش؟ دائما يجي فورة الغضب فيستخدم الزوج الطلاق للتعبير عن سخطه أحيانا أو عدم تحكمه في مشاعره. إذا عرف أنه ما يقدر يطلق في حال إذا كانت الزوج حائض أو كانت الزوجة إذا كانت الزوجة حائض أو كانت في طهر قد جامعها فيه، وأنه حتى لو طلق في الغالب يجي الغضب في هذه اللحظة، فأنت تنتظر حتى تحيض الزوجة ثم تطهر، وهذا من الشريعة. فطلقوهن لعدتين في هذا في الغالب ستذهب، هذا حفظ للناس وحفظ الكرام، لا وستذهب فورة الغضب ويأتي رشدك ونضجك. فأنت بعد 20 يوم بعد ما جاء الحيض ثم الطهر قدرت تطلق طلاق السنة، معناه أنك اتخذته في حالة هادئة. أبعد من هذا، لاحظ في دقيقة أختمها، طلقت، الله يأمرك ما تطلعها من البيت ولا تخرجوهن من بيوتهن، بس سمى البيت بيتها، تبقى هي زوجتك 3 شهور 3 حيض، فأي لحظة تقدر تراجعها باللفظ أو تراجعها بأي وسيلة. فهذا حنا حتى سمحنا لها أنها في حالة للإصلاح. ولهذا علي رضي الله عنه يقول لو طلق الناس طلاق السنة ما اتبع رجل امرأة، يعني ما راح يلحقها بعد ما يطلقها. اليوم في مكتب المفتي يوميا يجي مئات الناس، طلقتها عدد نجوم السماء، طلقتها بالثلاث، قلت لها أنت علي مثل كظهري أمي، قلت لها لا عاد أشوفك. طيب ليش؟ واليوم بيرجعها يدور فتوى، خذ بالك. في القصة هنا كما قال علي رضي الله عنه لو طلق الناس، يعني الطلاق ما عمره كان عقوبة، واللي يفهم أنه عقوبة فهم غلط، لأن الله أمر أن يكون بأعلى الدرجات بإحسان. وهذا كيف انعكس في ثقافتنا اليوم. امسك أي شاب خريج ثانوي درس من دراسات الشريعة شيء كثير، ما يفهم شكل طلاق السنة ولا يعرفه، يعرف أنه الزوج عنده قدرة أي لحظة يطلق. وهذا خطأ في الفهم، انعكس عليه إيقاع اليوم. يمكن أنا أتمنى الدراسات الاجتماعية تحلل هذا، الدكتور منصور وغيره متخصصين سيجدون أن أغلب الطلاق اليوم اللي يقع في المجتمع هو طلاق بدعي وليس طلاقا سنيا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعناه أن الزوج مارس سلطته بطريقة خاطئة أصلا. يعني هذا بإيجاز. طيب أغلب الأسباب دكتور منصور، وخليني أرجع أيضا نقطة أنت يمكن تبغى تعلق عليها، قلنا قضية الثقافة ممتاز الموجودة يعني عند الآباء والأجداد على ضعف التعليم لديهم، إلا أنهم في مثل هذه الأمور أكثر وعيا وإدراكا في نفس السن اللي فيه الشباب، سن الشباب، مثل هذه الأمور مع ارتفاع مستوى التعليم. أنا أقول الآن أن نعيش في مجتمع معرفي، يعني تجد أحيانا الطفل يدخل أولى ابتدائي من خلال تعامله مع النت، من خلال تعامله مع يعني بالإمكان في أول سنة أنه يستطيع أن يقرأ ويكتب من أول سنة. المجتمع القديم المجتمع اللي أجداد والأشياء هذه كان يصل إلى مراحل متأخرة مثل الخامس ابتدائي يبدأ يكتب فك الخط. أنا أقول هذاك المجتمع كان مجتمع حياتي، لكن مجتمعنا مجتمع معرفي، في زيادة معرفة، يعني تخرج الطالب من الثانوي عنده معلومات كبيرة جدا. قديما كان يتخرج من ابتدائي فقط يعرف جدول الضرب، يعرف يقرأ ويكتب فقط. الآن يعني مع زيادة المعرفة والأشياء هذه مفترض أن أيضا في الحياة يستطيعون يتكيفون معها. يعني كأنك توحي يا دكتور بأنه مستوى المعرفة قاعد يزيد لكن بدون فلترة، تجمع كلها، ما في استيعاب إيش الصح وإيش الخاطئ منها. هذا جانب. الجانب الآخر كان أيضا في عندهم اللي هو مجتمع البيت، يعني الجد والجدة كان لهم دور، الجدة تعطي معلومات، تعطي قيم، تعطي معارف للزوج للبنت، أيضا الزوج كذلك يقدم على الحياة الزوجية وهو عنده يعني في الحياة معرفة بشكل كبير جدا، أنه يستطيع أنه يتكيف مع الحياة. ذلك كانت عندهم مكان، يعني أنا ودي أن نستخدم هالمصطلح لكن قد يكون بعض يعني من ناحية شرعية قدسية الزواج عندنا ضعفت في المجال هذا. طيب عندنا فاصل بس مشاهدي الكرام، نطلع الفاصل ونرجع، خلوكم معنا. وش فيك مرسل لي رسالة تقول فيها منصعق؟
من صعقمنا كهرب وفواتير غلا الفواتير. اي انا لقيت الحل وانت ما لقيت الحل. وشو يا اخي؟ تقدر تخلي درجه حراره التكييف على 24 هين، وتقدر تغلق الابواب والنوافذ هافذ، وتقدر تغسل الفلاتر كل اسبوعين هين. تقدر؟ تقدرون؟ اكيد يقدرون، اكيد يقدرون. المركز السعودي لكفاءه الطاقه لتبقى. مشاهدينا الكرام مرة أخرى، دكتور أحمد أنا بتكلم على قضية القدسية. يعني الدكتور استخدم مصطلح يمكن قالنا بعد تحت الهواء أنه كان عنده مقال عن قدسية الزوجان وفي شيء سراً وأنه ما مر العنوان. أنا أقول استخدام في مكانه. صحيح. شيعة قدست هذا الموضوع، يعني عظمته بهذا المعنى. الله لم يسمي ميثاق في الشيعة، كل العقود غليظ إلا ميثاق النكاح. قالوا أخذنا منكم ميثاقاً غليظاً. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يبجل من الشروط ويعلي الأعظم من شروط النكاح، إن أعظم الشروط ما استحلت به الفروج، هذا في الحديث الصحيح. في الشيعة في مجملها الحقيقة قدست هذا الموضوع. وليه؟ لأنه في تقديري بناء كامل، يعني المجتمع هو مكون من أسر. دعني أقول إنه هذه الشيكة بالتحديد، وهذا من أوجه تبجيلها وأن تكون بهذا القدر، هي الشيكة العائلة، هي الشيكة الوحيدة اللي ما فيها ربح وخاسر، الجميع إما يربحون أو يخسرون ولا يخسرون، ما فيها، يعني هم في سفينة في مركب واحد، عندهم أولاد، عندهم انعكاسات. اليوم مع الأسف وأنا قريبا يعني كان حديث حول قضايا التي تترتب على الطلاق، اليوم قضية الطلاق الواحدة في المحاكم تتحول تنشطر، خلنا نستخدم بشكل سرطاني، إلى 17 قضايا، قضية حضانة ونفقة وزيارة وتطلع دين قديم ما عطاها، وقضية أحيانا وصلت لقضايا قتل وقذف يعني قصص. طيب يا جماعة بينكم أولاد، اللي قال الدكتور في مطلع حديثه ولا تنسوا كلام الرحمن سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم، صار بينكم علاقة يعني القصة هنا فيها سمو في المتاركة. التتارك يكون بطريقة راقية لأنه عندنا أولاد. يعني تخيل صك الحضانة والأب يطعن في الأم وعدم صلاحيتها للحضانة ويجيب شهود وأدلة على أن الأم سيئة عشان يسقط حضانتها، هذا الصك سيكون عند أولادك بعدين. إيش موقفك؟ إيش موقف؟ ضع نفسك موضع هذا الطفل اللي يحرم من مشاهدة، مرت عليه حالات بالمحكمة شفتها، يحرم من مشاهدة أمه سنتين ثلاث سبع سنوات، كله من أجل أن يؤدب أمه، ولا العكس يحرم ولا العكس. يعني أنا ما أكد، يعني أقول لك إذن القصة هنا أنه حنا أمام خلاف طبيعته مختلفة. ولهذا حديثنا دائم عن الجانب الوقائي قبل والجانب الإصلاحي حتى عند بداية نشأة المشكلة ترى مهم. طيب أنا يعني أبا أعلق حتى لو أخذناها بجانب شوية فكاهي يمكن يكون لها تأثير توعوي. إحنا نتكلم الآن قضايا الزواج قاعدة تكثر والعصمة بيد الرجل. كيف لو كانت بسؤال؟ كيف لو كانت بيد المرأة؟ يعني وش كان وصلنا فيه في حالات الطلاق؟ يعني هذه الفكرة، أنه قضية القدسية الزواج وقضية أنه زي ما تفضلت أنه الطلاق هو علاج يفترض أن يكون لحالة شخصين عدم الاتفاق والتسريح بإحسان انفصال، سواء يمكن اللي تبادر تطلب المرأة مو شرط أنه الرجل، لكن ما حلزمها بالبقاء معه. ففي النقطة هذه أنا أبغى أسقط، لأنه ما هو شرط أنه دائما تكون القضية عند الرجل، لكن مع أنه هو الأغلب، لكن مو شرط أنه عنده، هي القضية إحنا نلقيها على الشباب والبنات على حد سواء، لأنه أصبحوا كثير من البنات الآن يعني بعضهم تقيم مأدبة عشاء وحفلة للطلاق. مع الأسف. هو الحقيقة يعني سؤالك ترى في مكانه. الواجب يعني نحن لا يجب أن لا نوجه الخطاب نحو الزوج فقط، نترك الزوجة، هم كلهم شركاء في هذه السفينة. يعني أنت لو تشوف الأخبار اللي تحث الزوجة على محبة زوجها، إذا أطاعت زوجها وصلت خمسها وحفظت بيتها، إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، وكيف النصوص اللي تأمرها بالإحسان إلى الزوج، وكيف الزوج أعظم نعمة عنده أنه الزوجة تكون صالحة، خير الدنيا متاع وخير متاع الزوجة الصالحة، وكيف وصفها في أحاديث ثانية إذا نظر إليها سرات غاب عنها حفظت. كل هذا حتى في قضية الحور العين يقول لك تكون سيدتهم إذا كانت معه في الجنة. أعلى تكريم. أعطيك يعني شيء قاعدة تدل على جمال الإسلام وعدالته. كل الأخبار اللي بتسمعها في إيجاب إحسان المرأة لزوجها هي معكوسة على الزوج لزوجته، لقول الله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن. يعني قل على كيفك،
قل اسمعي وخليك طيبة وحبيبة وأجودية، هو بالمقابل يجب أن يكون بذات الصفات ويعاملك بالمثل. وحتى في موضوع الطلاق البعض يعتقد أنه لأنها لأن الطلاق كان بيدها بيد الزوج أنه يستطيع أن يستبد، أبدا. ولا حتى القوامة، القوامة بيد الزوج لماذا؟ لينفق، ليرعاهم، ليحسن إليهم. متى ما فقد القيام يعني حنا نقول أنه هذه قيادة لدفة العائلة توجب تكاليف أكثر مما هي تشريف. دكتور، قضية القوامة هذه أيضا أصبحت إشكالية، وأنه يستغلونها الشباب بطريق سلبي. البعض يسقط على قضية المجتمع في التعليم تحديدا، أنه إحنا مشكلتنا كلها في التعليم اللي ما هو معطي العلاقة الاجتماعية في الحياة المجتمع المسلم بالشكل الصحيح، فضلا عن وسائل التعليم أو وسائل الإعلام الحديثة اللي دخلت غزت البيوت كلها، وما في خلينا نقول لك حصانة أو درع واقي في مستوى التعليم يقينا من مثل هذه الأمور. هو لا شك أن التعليم له دور كبير جدا في يعني زيادة المعرفة، زيادة تنمية السلوك الحسن بشكل عام في المجتمع. أيضا في جانب آخر أنه دائما يعني لاحظناها بشكل عام، اللي هو قضية حتى عندنا في قضايا تتعلق ب يعني التربية داخل الأسرة، فيما يتعلق بإحساس الفرد أن له قيمة ومكانة ومسؤولية داخل الأسرة ضعفت عندنا. الاهتمام بالكماليات أكثر من الاهتمام بالضروريات في مجتمعنا أصبحت يعني لها تأثيرها. لذلك لما يقدم على الحياة الزوجية هو أصلا في حياته كان ما عنده ذاك القيمة، ما عنده ذاك المسؤوليات التي تعود عليها، لذلك يكون عنده يعني نوع من يعني ردة الفعل النقمة على المجتمع. لا أتكلم عن أنه جاء الزواج يعتبره كبير ولا اهتم فيه، لذلك يعني أريح لنا يفتك من الزواج، هي أو هو يفتكون من الزواج، يتركون الزواج مسؤوليات. بالعكس بالنسبة لها أريح لها نتجلس في بيتها، لها مخدومة مقفولة، عندها شغارة، عندها سواق. هذه القضية إحنا بنتكلم عنها، قضية التأهيل الموجود للزواج، ما حنقول من المجتمع ولا من التعليم، اللي يبدأ حتى من البيت، سلوك صحيح. الأب والأم في النقطة هذه. نروح مع زميلتنا، عندنا بس أخبار الصحف، زميلة سارة. سارة مساء الخير. أهلا بك. أهلا بكم مشاهدي استوديو الإخبارية، أنتقل وإياكم إلى مطالعتنا الصحفية وأبرز ما تناولته الصحافة حول موضوع حلقة الليلة، ازدياد نسب الطلاق. نستهل جولتنا من صحيفة الاقتصادية وخبر بعنوان 3 حالات طلاق في السعودية كل ساعة. كشفت دراسة أعدتها وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية عن أن حالات الطلاق في السعودية ارتفعت إلى أكثر من 30,000 حالة خلال عام 2012 لتبلغ 82 حالة في اليوم، بمعدل 3.4 حالة طلاق في الساعة الواحدة. وبحسب الدراسة بلغ معدل حالات الطلاق في السعودية في عام 2012 نحو 2.5 حالة طلاق لكل 1000 نسمة فوق سن 15 عاما من الذكور. احتلت بذلك الترتيب الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد البحرين، التي بلغ المعدل فيها نحو 2.7 حالة طلاق كل 1000 نسمة من الذكور فوق 15 عاما. وإلى صحيفة الشرق الأوسط وخبر بعنوان 96 حالة طلاق تشهدها السعودية يوميا. كشفت وزارة العدل السعودية ضمن كتابها الإحصائي 36 لعام 1432 هجريا عن إجمالي صكوك الطلاق والخلع والفسخ المثبتة في محاكم المملكة، والذي قدرته بما يزيد عن 34,000 صك ومعدل 96 صكا يوميا. وبينت أن حالات الطلاق سجلت ما يقارب 29,000 حالة طلاق بنسبة 86%، وأن حالات الخلع بلغت 1468 حالة بنسبة 4.2%، ورصدت 3382 حالة فسخ نكاح بنسبة 9.8% من إجمالي القضايا المرصودة بالمحاكم الشرعية بالبلاد. نختتم صحفنا هذه الليلة بصحيفة الوطن وخبر تحت عنوان ارتفاع نسب الطلاق. ارتفعت في السنوات الأخيرة نسبة الطلاق، حيث أوضحت الدراسة أنه يتم طلاق 33 امرأة سعودية يوميا. كما أوردت الدراسة أرقاما رسمية حول العنوسة، وذلك من خلال عدد الفتيات اللواتي لم يتزوجن، حيث بلغ عددهن 1,529,418 فتاة. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا في جولتنا الصحفية لهذه الليلة. عودة إلى الزميل عثمان وضيوف استوديو الإخبارية.
شكرا لك سارة، يعطيك العافية. عبد الله، نتكلم عن قضية الأب والأم وعلاقتهم في قضية الزواج وثقافة الزواج لدى الشاب أو الفتاة. يعني خلينا نقول لك مش بس فترة التجهيز، حتى تقول لك حتى قبل الدخلة، يعني يوم الزواج يصلون لهذاك الليل وهم لم يستمعوا إلى أي نصيحة، ولا يستمعوا إلى نصائح يمكن يحصل عليها من الشارع من أي شخص بشكل أفضل. هو المجتمع الآن يعني في عندنا دور الرفاق، دور الأصدقاء، دور كبير جدا في قضية توجيه الشباب للزواج وأيضا إعطائهم نصائح في هذا الجانب. أيضا عندنا دور وسائل الإعلام، عندنا الآن أصبح النت وشبكة العنكبوتية ودورها كبير جدا في هذا الجانب. لا شك أن أقول أنها لعبت دور كبير جدا في أن يكون يعني في توجيه بعض النصائح، وأحيانا قد تكون هذه النصائح فيها نوع من المبالغات، قد يكون فيها نوع من أحيانا وسائل الإعلام تعطيك أحيانا الصورة الرومانسية للزواج ولا تعطي الصورة الحقيقية للزواج، لذلك يكون فارس على الحصان الأبيض. إيه نعم، كل يبحث عن يعني فارس أحلامه، لا هو ولا هي، لذلك يعني بالنسبة لهم وسائل الإعلام أعطت صورة مبالغ فيها في قضية الزوج والزوجة المثالية، وأيضا ماذا يريد الرجل من المرأة، ماذا تريد المرأة من الرجل، هذه بالنسبة لنا في حياتنا الاجتماعية مغيبة. يعني من خلال وسائل الإعلام تعطيك الجوانب يعني المظهرية وقضايا تتعلق بالنواحي الجنسية والأشياء هذه، لكن في الحقيقة المرأة تريد الأمان. بعض اللي يتزوجون في ذيك الليلة يقول يهددها، ترى أبوي متزوج ثلاث وأخوي متزوج ثنتين، ولا ترى بتزوج يعني يبين يعني أنه بالعرق دساس يعني يعني طيب. تسمعين كلامي لما سمعتي كلامي، ترى متزوج يعني هذا أي أسلوب يسمى هذا، لكن بالنسبة لنا أنا أعتبره هذا نوع من يعني العنف اللفظي الذي يستخدم ضد المرأة. طيب. أيضا من جانب آخر يعني أحيانا نجد أنفسنا يعني فيما يتعلق بماذا تريد، ماذا يريد الرجل من المرأة، يريد منها الاحترام والتقدير الثناء، إذا دخل البيت يكون له قيمة داخل البيت، هذه كل هذه الأشياء مغيبة عندنا في حياتنا. إذا ما وجد قيمته جوا البيت وهو ما محصلها برا يبغى يفرضها في الأخير في البيت. دكتور يعني يمكن الدكتور تطرق لجزئية، خليني أنا بكون أكثر وضوحا فيها، لأنه أعرف أن القضايا وباحثي ومتخصصين ما خلصنا من القضية. أبغى أبسطها بأبسط شكل، أنه أغلب ما يحدث من عدم تقدير الرجل للمرأة، تحديدا الرجل للمرأة أو العكس، لكن تغلب على الرجل بأنه هو الصورة اللي قاعد يشوفها في البيت في حياته في نشأته يبغى يطبقها في الأخير، يبغى يصير هو أبوه وزوجته تصير هي أمه، وبالتالي يجي الاختلاف والفرقة. يعني ما يجد مثلا، فلنفترض شاب تربى على أنه الأبوه فقط يأمر وينفذ، صح غلط تهان أمه ما تهان، هو يرى في الأخير هذا النموذج، والفتاة على العكس أيضا من ذلك، لها علاقة أنه الأب والأم سلوكهم. يعني أنا أعتقد أنه القدوة شيء غاية في الأهمية، القدوة في التعامل مع الموضوع، في التعامل مع الزوجة واحترامها وتوقيرها، والزوج كذلك سواء كانت البنت، في يعني الخطاب هو للطرفين. يعني القصة هنا قصة انعكاس الموروث مهمة. ذكرني كلام الدكتور وكلامك بكلمة جميلة لزوجة سعيد المسيب، كانت تقول ما كنا نخاطب أزواجنا إلا كما تخاطبون أمراءكم، مثل ما تقول سم طال عمرك، شلونك الله يحييك، اللي تشوفه الله يسلمك، ما تستخدم الواتساب وهو موجود ولا هو بعد يعني الخطاب. حتى بس حتى نكون يعني منصفين وما نكون مبالغين، أنا أعتقد إنه القدوة هنا شديدة التأثير أكثر من مراكز التوجيه والدورات التأهيل جيدة، لكن مجتمعنا أنا أعتقد إنه تأثره بالدورة الحقيقية اللي يشوفها حياته لا شك ولا لا جدا. حتى يا أخي مشاريع الطلاق الناجحة، دعني ما نبالغ، الطلاق هو واحدة من الحلول عندما يكون المتاركة والتتارك بين الطرفين باختيارهما أحيانا يكون حل. وجود حالات طلاق إيجابية تتارك فيها، وأنا اليوم أعرف أخوال لي وناس أفاضل إلى اليوم هداياه لمطلقته ولا تنقطع لطفة معهم، مع والدة مطلقته لا تزال محرما له ويقدرها. هذه الصورة الجميلة في التتارك بالمعروف
يعني بالله سمعت أحد طلق واختار الطلاق في هدوء واعتبر الحل وأرسل هدية ذهب وحط 20-30 ألف هذه تنعكس ليش؟ ايش اللي قاعد اقول لك؟ يعني ما تنعكس يا دكتور يعني زي ما ضفنا قبل قليل بانه الشخص الذي تربى في اسره يجد انه ابوه يقدر هذه الام هذه الزوجه بتقدير بشكل لائق كما نصت عليه الشريعه، ما اتوقع حتى لو ما اتفق هو مستقبلا مع الزوجه حيطلقها باحسان اللي كذا صدقت. واحيانا ابوك يربيك يقول لك اسمع يا ولدي شوف ترى مد اليد ولا رفع اليد على الزوجه تراها ولا المرأة بشكل عام هذا دليل ضعف ودليل قلة رجولة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يذم أولئك الذين يضيبون نساءهم، وأخبار جاءت في هذا المعنى بالعامية المصطلح الدارج يقول لك ارض البنت الناس ما ترضى لأختك. يا سلام عليك. ولا لا بالضبط تقريبا. أنا أتكلم عن يعني السلوك الاجتماعي أحيانا موروث بشكل عام، يعني مثلا التعامل مع المرأة استخدام بعض العبارات مثلا يا هيشة بقرة والأشياء هذه كانت في جيل موجودة عندهم، لكنها هي أساس نشأتها كيف نشأت لها ظروف اجتماعية نشأت في ظلال، ومع ذلك كانوا يتمسكون ببعض ولا يفرط ولا يرضون في بعض. معليش أنا أتكلم عن أنها نشأت في ظل ظروف معينة وأدت واقع اجتماعي أدت يعني وظيفة اجتماعية معينة، لكن جاء جيل بعد جيل ما يدري لماذا نشأت وما السبب لاستخدام هالكلمات هذه، فأصبح يستخدمها بناء على أن أبوه وأمه استخدموها فلا بد أن يسويها. الحين يا هي يا بنت يا هو. فلذلك الآن أصبحت الآن المرأة تعرف أنها لها قيمتها في المجتمع، المجتمع يثمنها ودورها في المجتمع تعلمت، وهو أيضا أصبح بالنسبة له يعرف أن هذا يعني الأسلوب مو بصح ما يصلح لهذا الزمان. لذلك الآن أصبح عندنا أنا أتكلم من جانب إيجابي إن في أيضا جوانب أخرى في الحياة الاجتماعية الأسرية ما كانت موجودة قديما، يعني كان أول الرجال هو اللي يمشي قدام المرأة والمرأة تمشي وراه قديما، حتى يوم كانوا يركبون السيارة هو يركب قدام وهي تركب وراء، الآن أصبحت يعني يمشون مع بعض ممكن يفتح لنا الباب هي تركب. نعم. ما فيها شيء يعني هذه قضية اللي كانت تصير عند الناس أنه الآن يعني نفتكر في أجيال، خلينا نحن نتكلم يمكن من 15 سنوات بدأت هناك الأمور تتغير بشكل كبير، وتلقى في الجيل الفترة هذه تلقى يسمونه المخضرم اللي ضاع لا هو مسك اليمين ولا هو الشمال، فتلقى يقول شوف هذاك الرخمة يمشي وراء زوجته ويشيلها وكذا وكذا. انا حاخذ بعطيك فرصه عليها بس ابغى اخذ الاتصالات اللي تاخرت عليهم. معنا فالح من الرياض، اعتذر يا فالح تفضل. هذا الله مساكم جميعا. ومساك بالنور تفضل. كيف حالكم؟ كلكم طيبين؟ حياك الله. الله يجعلها صراحه حلقه رائعه واتمنى ان تستمر هذه الحلقه يا اخوي الله يطول عمرك. حياك الله. للامانه الطلاق انتم حطيتوه على الرجل، فركبتوا الرجل مسؤوليه الطلاق. سبب الطلاق اسمعني يا اخوي. اسمعك تفضل. سبب الطلاق ليس من الرجل، ليس من الزوج، سبب الطلاق هو من اكثر الطلاق من ام البنت، غير ذلك مساعد القاضي. القاضي لما تجيه الزوج والزوجه ما يهدي ما يقول ارجعي كذا ابد، هو يساعدها يقول ابد خلاص عطها ورقتها. انت الحين لو تجي عندي قضيه او اجي عند شيخ قضيه وانت اجيك وصديقي ويحل بيننا واحد يقول يا اخي لا تمشي معه اتركه، انا اجزم اني بتركه وما امشي معك. طيب لما تقول يا رجال خويك وكذا هذا الطلاق، اسباب الطلاق ليس على الرجل، ليش يتحملها الرجل شخصيا؟ طيب يتحملها الام البنت، والقاضي ايضا له دور في حل هذه المشكله. طيب يا فالح وصل صوتك، بس هذا ما يعذر الرجل لانه في الاخير ما حيغصبوك على الطلاق، قد تكون هي سبب الام الزوجه او اختها او ايا يكن، لكن في الاخير العصمه في الاكثريه بالاكثريه طال عمرك. طيب انها وصل ام البنت. وصل صوتك يا فالح وتسمع إجابة عليه وتعليق. محمد من نجران. شكرا جزيلا والله يوفقكم. حياك الله محمد من نجران. محمد تفضل. السلام عليكم. حياك الله تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. الله خير أخبارك. الله يحييك. الله يعطيك العافية على هذا البرنامج. الله يحييك تفضل محمد. أخ عثمان، بالنسبة للزواج أحيانا يكون للشاب أو الشابة تزوج عن طريق والديها، يعني مثلا يترك الشاب الاختيار لأهله، مثلا يقول يلا شوفوا لك زوجة وكذا، هم يجون يقولون خلاص شفنا عندنا طلاب بحتة تصرح لك وتكون زوجة وكذا، ويبدون فترة الخطبة يتعارفون وكل واحد منهم ممكن يلمع نفسه ويشوف نفسه يعني أو يحاول يتقرب من الثاني، بعدين يتفاجئون ببعض ما هم يعني صالحين بعض، فهذه من أحد الأسباب يعني ما يعطون الواحد فرصة أنه هو يختار بنفسه، أو حتى البنت تضع ثقتها في أبوه وأمه مثلا يقول هذا جاء هذا كويس قالوا لنا الناس أنه كويس، أو مثلا واحد يجي يقول أنا أضمنه لكم ترو هذا خلاص ما أحد وراه، يمكن له مصلحة يمكن يغز عليه وده يتزوج ويحاول يحط إنه يعني كويس يورط البنت أو لا. العكس، لكن غالبا ما البنات هم اللي يتورطون في الشباب إذا ما كانوا كويسين.
يعطيك الصحة. الشيء الثاني عندي اقتراح، يعني مثلا اذا جاء الواحد يتزوج بعد مثلا ما يعمل التحليل او يكتب عقد النكاح يعطونه المنشورات تكون فيها يعني عن الزواج وكيف، سواء للزوج او للزوجه، علشان يقدرون يعني يستفيدون منهم، يستفيدون منها وقت الخطوبه. والله يا محمد والله يا الشباب الحين ما شاء الله تبارك الله، هم البنات لو تجي عند الواحد اللي ما بعد في الثانويه ما بعد جاء حق الزواج، لو تبغى يكتب لك مؤلفات ومصنفات في المثل اللي انت قلت عليها، وانت ما ضربت مثال في انه يكون نموذجي فتره الملكه، هم عارفين لكن التطبيق، المشكله في التطبيق. يعطيك العافيه محمد، شكرا لك، وصل صوتك. تفضل دكتور، تبغى تعلق واذا تبغى تعلق على اتصالات. لا هو يعني امتدادا لانه فكره ان المراه اكرامها يعني ولا تقديمها عليك انه في اهانه، هذا مو صحيح. انا هذا واقع مجتمع كنا نعيشه يعني. يعني شوف لاحظ العهد النبوي الشريف، مع انه عهد مثل ما قال الدكتور جاء في عهد اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا الى اخره. جاء وصار يكرم المرأة جدا، يعني جاء في الحديث حتى إن الجارية الصغيرة من جواري المدينة تأخذ بيد رسول الله إلى أي سكك المدينة شاءت. لم توصف المرأة في تاريخ الكون إلا في الإسلام. ثم جاءت أثار كثيرة، لا يكرمنا إلا كريم، لا يغلبنا إلا كريم، معاني بليغة في هالمعنى. في القصة يعني أنا في تقديري إن المشكلة هي في موروثات قريبة، يعني ثقافات محلية، هنا ميراث وهنا عيب اسمها، والنبي على المنبر يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني كيف 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 انتشر هذا الموروث أن الولد الصغير تقول يا حبيبي شو اسم ماما، يقول عيب تسألني عن اسم ماما. هي قصة يعني أنا أعتقد أنه إحنا كوناها، لها علاقة في قضية الذكور والسيطرة الجانب الذكوري على المجتمع. يعني أنت تجد طفل عمره 9-10 سنوات يقود أمه، مش أقول لك خواته، حتى لدرجة أنه أمه نخليه يسمح لهم يسافرون، أقول لي يعني ورجعي لا وقفي ولا تكلمين ولا تحطين أمه يعني ما حق. أعتقد أن هذا صحيح، ويمكن هذه جوانب تحليلية اجتماعية يحللوها. إذا تسمح لي أعلق على الزميل اللي تحدث عن الجانب القضائي في الموضوع اللي هو فالح. يعني أستاذ فالح كلامه جميل، لكن اليوم المشكلة غالب من يأتون، وأنا أيضا هذا وجه من أوجه الاستبانة المسيحية اللي يمكن تعبؤونها، اللي يجي المحكمة يجي يقول طلقت يا جماعة، ما يجي يقول أبطلق. هو لو قال جاي أبطلق بيسمحون قبل شوي، لا يطلبون منه الذهاب المكتب الصالح ويأخذ موعد بعيد، في الغالب يرجعوا تفتر الأمور وتذهب المشكلة، إلا عاد اللي مستفحلة فمعناه بيستمر. هو إيش المشكلة؟ إنه وقت الغضب أمس بالليل لما ما لقى العشاء جاهز أحيانا، أو هي لما ما جاب لها الذهب ولا الجوال اللي تبغاه عشان نشرك الجميع في المشكلة صار الطلاق، وجاي اليوم يثبت الطلاق بعد وقوعه. هذا مشكلة غالب الحالات. ولا اليوم مراكز الإصلاح اليوم في الدمام أذكر إحصائية 60% من القضايا اللي دخلت المحكمة للطلاق طلعت بالصلح، مسكوا أيديهم وحلوا المشكلة ووجدوها تافهة، خصوصا إذا رزقنا بمفاوضين متميزين، ناس عندهم فنون الوساطة والتوفيق. اليوم هذا علم كبير يدرس. فاليوم يجب ألا نحمل القضاء والقضاة أكثر مما هم عليه بسبب ممارسات مجتمعية. إذا تسمح لي في موضوع بس في القضاء خليني أضيف نقطة، يعني دار في المجتمع قضايا وكانت يمكن تنطبق أكثر شيء على الخلع ولا قضية الحضانة، بأنه دائما حتى القضاء كان يرى بأنه يقف في صف الرجل، هذا رأي مجتمع غير صحيح ابدا. يعني اقول لك انا صوره المجتمع يرى، يعني يقول لك لدرجه انه كانت دائما، ولذلك تجد قضايا الطلاق ولا قضايا النفقه والقضايا الخلع دائما من القضايا المعلقه واللي تاخذ مواعيد طويله وتاخذ صح. اشكاليات وما تحتاج. فلان طلق فلانه، كيف يثبتون العامه هذه قضاياهم؟ يقول لك هي مطلقه وصدر صكها من سنه، الى الان ما قدرنا نطلع صكي عاله، يقول لك النظام لازم ترفع هذه قضية مستقلة عن هذه. لا يعني هذه قصص ثانية مختلفة، يعني بحسب طبيعته. أحيانا يكون الطلاق بس إثبات للواقع، أحيانا يكون الطلاق على نزاع أحدهما يطلب الخلع ولا الفسخ بحسب الأحوال. أحيانا القضاء والقضاة يأجلون بهدف الإصلاح وهذا نطالبهم به. وفي مقام ثاني نقول لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بت في موضوع بعيرة لما جت وقالت أنا ما أبغى، طلقها في نفس المجلس وقال غدي علي الحديقة. في الموضوع أنا القضائي أعتقد أن الموضوع يعني في تفاصيل كثيرة يجب الإحاطة بها. اليوم القضاة يبذلون جهد أكبر شيء يستحق الإشادة. قبل 3 شهور صدر عن مجلس الوزراء ما يتعلق بالمصالحة والتوفيق في داخل المحاكم، وأصبحت مراكز أكثر تخصصاً وأصبح فيها ناس ماهرين يمكن أن يبذلوا جهدهم. إذا تسمح لي في موضوع التخبيب لما قال أم الأم أنه أفضل، يعني هذا ينسجم ضمن قاعدة الشريعة في تشديد العقوبة على المخبب، وهو الذي يفسد الزوجة على زوجها. فإذا كانت أم الأم كان هذا أعظم، لأن المظنون منها أن تحسن إليها. ولهذا ترى في بعض الموروثات الفقهية وهذا رأي لبعض الحنابلة أنهم يفضلون
في المرأة الزوجة ألا يكون لها أم. أيه. بعض هذا رأي فقهي طبعا. الحين أم وأخت ومشاكل ما تخلص يا دكتور. صديقات وصديقات لها دور أيضا. أنا يعني طبعا هذا غير صحيح بالمناسبة، بس أنا أقول هذا واحدة من الروايات الموجودة في التراث أحيانا. هذه النصيحة نفس النصيحة اللي يقول لك إذا تزوج شوف لك ناس يكون أهلها في نفس المدينة عشان يسافر. يعني هذا عندنا من قضية اختيار الزواج، يعني من نظريات اختيار الزواج اللي هو اختيار المكان. يعني يصير في تجانس في المكان، يعني يصير في نفس الحي في نفس المدينة، يصير بينهم أقرب في التعامل وأقرب في قضايا تتعلق بالعادات والتقاليد فيما بينهم، فيها نوع من التقارب. لكن أنا استوقفني يعني قضية أن القاضي يعني يحاول ينهي القضية بشكل سريع جدا، وفضية الشيخ يعني بين هذا الأمر أن فيه أحيانا فيه الآن في تطوير في هذا الجانب، لكن أيضا لازم يعني نعي أن قضية الإصلاح بين الزوجين يعني سبحان الله تبي لها وقت وتبي لها نفس طويل وتبي لها أخذ من الطرفين ليس من طرف واحد. ولذلك يعني ليس كل من يعني يستطيع أن يحل بين متخاصمين يستطيع أن يحل أيضا بين الزوجين، في لأن الحياة الزوجية فيها أسرار وفيها غموض فيها تفاصيل كثيرة. نعم، وليس من الطبيعي أنك تدخل فيها تعرف أسرارها. طيب إحنا عندنا استطلاع أو إحصائيات نطلع نشوفها بس ونرجع. اهلا بكم. هاشتاج البرنامج استوديو الاخباريه في احد المتفاعلين معاه يقول انا ادور زوجة لي 8 سنوات وهذول يطلقون زوجاتهم والله راح يندمون في المستقبل. تبغى تعلق عليها؟ انا اشوف ان مجتمعنا بشكل عام يعني طبيعته في قضايا الحلال يجد عقبات، في قضايا الحرام يسهل المساله. فمثلا يعني ابغض الحاله الى الله عز وجل اللي هو الطلاق، سهل جدا اجراءات الطلاق في بين الزوجين يعني بشكل يعني فيها سهوله. لكن ان الزوج يبحث عن زوجه يعني وقت طويل حتى يجد يعني العنوسه معبيه الدنيا يعني غريبه. لا الاحصائيه اللي تو قبل شوي تراها 100 دقيقه 1.5 مليون يعني تراها مبالغ فيها بشكل كبير جدا، وايضا من ناحيه علميه وايضا من ناحيه واقعيه. طيب. الاحصائيه 1.5 مليون يعني ليست صحيحة، وهي كلها كلام إعلامي. فلذلك أنا أقول بشكل عام إن يعني أدق إحصائية أعطتنا تقريبا حول 200,000 تقريبا عنوسة. دكتور أبغى أسألك عن حاجة مهمة الآن بدأت يعني كثير من الشباب يتطرق لها، وتكلم يعني جلست مع الشباب الواعي مؤمن فيها، إنه نمط الحياة وتطور الحياة وطريقة الحياة الآن وأساليب العيش غيرت السن حتى الزواج. يعني كانوا آباءنا وأجدادنا يتزوج البنت على 15-16، الشاب على 19-20 في سنكم يعني. الجيل اللي بعده بدأت والله يرتفع سن الرجل 25، قاعد نتكلم عن فارقة 5 سنوات، 25 والبنت بدأت 20. الآن بدأ الشاب يقول لك إني مستقبله يتكلم عن 30 والبنت من 5، وهكذا. حاليا بدأ إنه يصير من الطبيعي جدا إنه الشاب يتزوج 35 والبنت 29-28 وما تعتبر عانس. قضية إنه قضايا الطلاق تصير غالبا الآن في السن المبكر من الزواج اللي تزوجوا تحت يعني تحت 23-22، إن ما زال وعيهم ما هو زي وعي زمان. سبحان الله، يعني هي 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 تأثيرات مجتمعية مختلفة. يعني أحيانا إحنا نبحث زواج القاصرات ونقول يا جماعة انتبهوا لا ينزل السن، وأحيانا نتحدث عن السن الأعلى. أنا أعتقد إن يعني
في ظروف مجتمعيه والدكتور اعرف مني في هذا الجانب يعني تؤثر على هذا. يعني مثل الدراسات اللي الحين هي متناقضه، يعني انا اقراها كذا وافسرها انها هي باعتبارات المعايير التي وضعها كل دارس. لما انت تخفض معاييرك وتعتبر ان اللي وصلت 30 عانس ولم تتزوج، معناها ستجد شيحه تزيد لديك في نتيجتك. بالعكس لما تقول والله لا تصل 35 40 بحسب رؤيتك التي تكونت عبر مجموعه من المعطيات. أنا بقول اليوم أنه لا يوجد معطى واحد يمكن أن يؤثر، هناك منظومة قد تجعل زواج سيدة أكبر من زوجها ب25 سنة كخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها زواجا جميلا، وحتى هي كانت سيدة أعمال وعندها تجارة والنبي صلى الله عليه وسلم اتجر لها، يعني كانت حالة ولم يتزوج عليها في حياتها، خذ بالك حتى ماتت في حالة جميلة من المحبة وأجابت له صلى الله عليه وسلم. يعني إذا الموضوع في تقديري انه مع كل التقدير لكل الدراسات المختلفه، لكن تتكلم عن المعطيات المتغيره، انا اقول في مكونات كثيره يجب ان نلاحظها، ومكونات مجتمعيه واشياء في الثقافه واشياء يعني تمر بمراحل متعدده من الاختيار الى التربيه. يعني حتى السيده اذا ما كانت انت تهدف الى 100% من الشروط وجدتك ب 80، انت تستطيع او الزوجة تستطيع أن ترفع هذه النسبة ل 95 من خلال تعاطيها الجميل مع زوجها، والزوج يستطيع أن يرفع زوجته إلى 95. يستطيعان أن يتخذا قرار المتاركة لا قدر الله في النسبة الأقل في ظروف يعني تكون اختيارهم بهدوء، وغيرها من الأوجه الاجتماعية. في قضية التثقيف، وبرجع لها قضية التثقيف عند الأب أو الأم للفتاة والأب للولد، هذه النقطة أنه بعض الأحيان ما تجد الرادع يقول لك هذه حياته الشخصية ما تدخل، مع أنه ما وجهه في يعني بداية حياته الزوجية أو حتى عند الخطبة أو رغبته في الزواج. وأنا أقول مجتمعنا الآن يعني يسير في فلك قضية النزعة الفردية ولأول يعني كان هذه خطيرة؟ أنا أعتبرها الآن مؤشر يعني في نوع من التفكك الاجتماعي يحدث بناء على قضية أن صار عندنا شيء يسميه أنه الحين ظاهرة التخلي عن المسؤوليات. يعني أول كان الواحد مثلا مسؤول عن بيته، وليس فقط عن بيته وإنما أيضا جوار الجيران أقاربه يسأل عنهم، كان يربي أولاد الحي كلهم. إيه نعم بالفعل. فالآن أصبحت الآن كل ينتبه لنفسه وأسرته وذريته فقط، فلذلك يعني حتى يعني الواحد وعمته خالته هذه نادر ان الواحد يسال عنهم ويشوف اخبارهم ويمر عليهم. لذلك يعني اقول الان صار في عندنا ظاهر الاخ واخته داخل البيت، الان الاخ يعني ما عاد يصير يعني مثل اول يعني يهتم باخته ويتابع. فعلا احنا بدا يعني العائله الان اصبحت كل عائله تعيش كل شخص فيها على حده، بمعزل داخل نفس البيت بمعزل عن الآخر. وصلنا إلى ختام الحلقة، كل الشكر لك دكتور منصور العسكر أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يعطيك الصحة والعافية. أيضا الدكتور أحمد السقيل المحامي والمستشار القانوني، يعطيك العافية عبد العزيز. أشكر لكم مشاهدي الكرام في كل مكان على طيب المتابعة. طبعا الموضوع لن ينتهي، الحديث فيه ذو شجون سواء بسلبي أو إيجابي، كثير من القضايا والقصص التي يتم تداولها على قضية الزواج أو حتى الطلاق، العلاقة التي شرع الله سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة. يعني أنا ما حكون كحافظ كثير من الأحاديث، ولكن نستشهد بالآية فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ونقول نصيحتنا إحنا العامية اللي يقولونها أباءنا لنا، لا ترضى البنت الناس إلا ما ترضاه لأختك. عاد البلاء إذا أنك ترضى لأختك الإهانة والذل فعاد هذه مشكلتك. الله يستر علينا وعليكم في أمان الله.